يحسب هذه السيارة يبغى يركب. لا 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 سيارة ثانية بتدعس، سيارة بتدعس، سيارة يا الله الاثنين ماتوا يا اخوان. زعل 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 العكس زعل. دقيقة ليه يكون مولول حبيبي؟ والله انا مولول والله. اجمل فيديو شفته في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين إن شاء الله. معكم أبو إياد، اليوم جايب لكم فيديو جديد، فيديو أسطوري زي ما عودناكم دائما وأبدا، سلسلة أبو إياد كاشف الهكرية. المقطع اللي فات صار عليه تفاعل أسطوري، أشكركم جزيل الشكر على ذلك. في طلبات كثيرة أنه أبو إياد ليش ما تفتح باكيجات وتجيب الصناديق اللي موجودة حاليا؟ بإذن الله إذا جبنا 20,000 لايك هذا الفيديو أبشحن 100,000 يو سي وبضرب في التقيل في كل العجلات هذه زائد الصناديق. شخصيات كثيرة وموترسايكل وعجلات وأسلحة تتطور، فهمتكم ربي يسعدكم. تمون صراحة الأول مرة ما أبغى أوصل 20,000 لايك، لكن يلا همتكم ربي يسعدكم باللايك والسبسكرايب والشير، نرجع للسلسلة أقوى، نرجع للقناة أقوى من أول. شاكر ومقدر لكم تفاعلكم، الأمانة أرقام جدا أسطورية، قاعد يوصلني إيميل بالتفاعل وأنا غايب عن القناة، فاعل جدا أسطوري، زيادة في السبسكرايب. ولا تحرمونا برضو اللي تابعني من سنين يبحث أبو إياد ويدخل ويشوف ويطلع، سوي سبسكرايب ربي يسعدك، تشرف تنور قناتي. خلونا نبدأ الآن ونروح المركز الأمني نشوف جعفرة بعبعي إيش عندنا اليوم من مصايب جديدة. أول بعبعي سيرفر هاكات. انا ما فاهم ايش السالفة، كايش دبس يطيرون زون قد كذا، ما ادري ايش فيه. نيكست. ايوه اوكي، مدفع رمضان، السلاح الجديد، صوت رمي يدخل المنطقة هذه، واحد يسمع صوت الستبس. ما في أي شيء حاليا، شوف حتى هو قريب شلف بالإيم، ضيع مليون طلقة، إيش فيه؟ تحالف لقى جعفر، وصلت كم كور، شوف مخبي الأسلحة، يقول أنا ببش وترك الجيم دي، بضحي لعينك، أنا ببيك، يهربي بالسموك، يلا روحي وأنا بحميك، يكون بعد الأخير يبغى يتحالف. الله، والصراحة صراحة الصراحة ما عندها سلاح، وهو سوى مواجهة مع هذاك فايت، تحالف معه وهذاك غدر ورا الشجرة ورماه ودمج، وقام بينهم فايت عادي وجابه. أنا قلتها مليون مرة، أي جعفر وبعبع مسالمين ما يأذون أحد، أنا ما راح أبلغ عليهم، لا يوجد انتهاك. دقيقتين ثلاث من اللبسة، من اللبسة الله دقيقة. هذا أول واحد متبطح شافه، ثاني واحد من الجبل يلحق فيه وراه، شوفوا كيف الرادار الملاحة البحرية. الله عطنا الختم. الله أكبر، نازل باراشوت يرمي واحد باقي في السماء ما نزل حتى من الطيارة، شوف كيف يركض ويطالع فيهم. الله الله الله، ورا جبل يا غبي يا غبي يا غبي. أوكي أوه بالملي، في أي من ورا ال... يبا يشرط يبا يشرط. شي فيجن والهاك وتو ايم، بس خلاص يكفي هذه. يا رب يا رحمن يا رحيم، بدأ في عالم تفكر. الحمد لله 100% هاك 0%، ولا يكون انا بس الوحيد اللي سويت ريفيو. خلنا نشوف اللي بعده ناكست. والله خمس دقائق، انا احب الريفيوات اللي خمس دقائق، اني بيجي واحد مسوي فيها مو هاك ويطلع هاك. خلنا نشوف الان خمس دقائق عليه. اوه نايس، عنده سكنات نايس، رايح بعيد، ما في هاك يروح بعيد، الهاك ينزل مدستن، ينزل الاماكن هذه باور بلان ويمسح ام المنطقه ولا يفكر. اوه يبغى الافنت اللي بلفك. كمبر الرزون
خمس دقايق مكمبرين واحد تحت واحد فوق ويشرب بيبسي. وين الهاكات الزمن الجميل اللي يطيرون واللي كشف نفسه الله ليك يفضح مسلم. وجاء اصبع قد كذا بس مسك الشاشة كذا لف لسانه ورجع اخذ الديناصور حاليا. ابو سليمان يكون هذا اللي انت تلعب ابو سليمان. ابو سليمان ترى بالبث يسوق الديناصور زي كذا. واو الابداع واو. طيب حركة ملتوية عشان يطلع فوق. معقول هذا بيبلع الكمي اللي جاي تحت الديناصور بيطلع فوق يشيله فوق الديناصور. يعلم الله ان هذا تركي لا هو رادار ولا هو اينبوت. المهم لعبه مستفز صراحه. اليوم كوكتيل من الاشياء الغريبه. داعس الله يرحمك. سحلي يا الهي. لا يوجد انتهك ابدا. تدري منو الثلاثه اللي يقولوا منتهك اللي ذبحهم الان. ناكست فيديو افنت ما بلفك عين علي. هذا هاك الختم جاهز الختم. ايوه ما في كلام. انتظر لحق بالايم لحق بالاب فاير لين ما صار لونه احمر مكشوف رمى هب فاير. شو واحد اثنين ثلاثه زعل 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 الهاك زعل 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 مرة زعل مرة زعل. هذا بمين؟ اوه يلعب سكواد. لا واتش اوت حبيبي والانبوت حبيبي. اوكي اوتو ايم اوتو دمج خلاص الحمد لله. في ناس بدأت تفكر الان. ناكس فيديو. يا حد عنده عدو يمشي زي كذا. هذا متيم مليون بالمية. أنا بنجلط يا إخوان. إيه قبل لا خلني أشوف آخرتهم. إيش الهدف إنه جوا. شوف كيف يمشي كيف يأيم ولد يا. موت ورب الكعبة جديد اللعبة. شو الله الله أخيرا ربي بوت يا إخوان. أول مرة أشوف بوت علي ريبورت. كيف يسوي سويتش؟ يتأكد إن السلاح هذا إيش؟ رجع ما عجبه مو في الأوتو. جرب الأوتو والله جديد يجنن بوت. يوم برست رمى ثلاث ما عجبه شال سكارل. يتأكد إنه في الأوتو رمى إنه هذا السلاح نفسه. شوف من جاء على صوت الرمي. ضيع ارتبك طب نقز رجع طلع يا ولد. مات وربي مات شقه وميت رمى بالارض. شفتي متبطع بعد ما مات على باله باقي حي. لا اله الا الله. اختنق وطلع جنن وربي. اجمل ريفيو شفته في حياتي. أحب البوتات طريقة لعبهم تفكيرهم لما يبش عليه بحد يحس بهذه السيارة يبغى يركب. لا 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 الله ما أجمل هذا الريفيو يا زينة أقسم بالله. يلف يمين أول يسار يمين يتأكد من السواقة إن كل شيء مضبوط. زي هذا يدور دربات طول الوقت قاعد في النهر. أيوه يسبق يا سلام عليك. مات سيارة ثانية بتدعس سيارة هاي مات. يا الله هذا الوحدة فيديو. يا رب باقي بوتاتي للآن. السيارة جاي وقاعد يلبط صندوق. أجمل فيديو شفته في حياتي يا اخي. هذا تستحي تسوي لي ريبورت اصلا تستحي وربي. الله ايرينجل وفايتات بالافنت معرق ويمشي باقص عنده سكنات. ايوه هذا ديد عادي جدا رمى
ممتاز فنان نايس ايم ما فيها شيء. شاف الديناصور هذا نزل فك عليه بالسبلي وتبطح بيثبت الايم بزياده بعد. وعنده ضحيه عند السياره. اوكي ايم اسم دقيقه ليكون مولول حبيبي. والله انا مولول والله اديكم السبب. ذبح اللي هنا صح؟ خلص عليه هذا الكل 168 متر. شوف بعده ما التفت 400 متر وفي بنايات ماخذين كفر. شوفه شوف وين ايم يتاكد اللاعب. ابلع 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 عبد والهاك ابلع. واضحه وضوح الشمس قاعد يتقضى يكون نفس المستفز. شوف كيف يمشي. شوف ارتبك ارتبك. شوف كيف اخي شوف كيف اخذك. مات مات خلاص ولا فك زوم ولا شيء. ارمي زي ما تجي تجي ولي ضد ابوت من بعد سيارة جت. هذا لاعب هذا لاعب. شوف شوف كيف ياخذ كفر. واي والايم. شوف الثاني كيف بوت. اموت على السبكتيت انا اموت اقسم بالله ضحك. يلا شوف بنقى كم 269. شوف ما ادري كيف يذبح يلعب على سيرفر ما في بوت يجي بسياره. اللي ضد افشل منه وابوت منه. شوف كيف ياخذ كفر يا اخوان. هذا كفر اسالكم بالله. شوف هذا كفر عشان يبندج بس. جا 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 معرق. شوف كيف يشرب بيبسي ما يدري الصوت من وين. ايوه الله الله الله. ايش في يا اخوان سيرفر بوتات ولا ايش السالفه؟ وصامل بينج 264 مره صامل. ايوه حفله يا اخوان. شوف 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 الايم شوف الايم يا زينم يا ناس يا زينم اقسم بالله بوتات قضى بعد. ايوه نيد نيد. يا الله الاثنين ماتوا يا اخوان استغفر الله العظيم. رجع رجع مسلخ. شوف لبسة الجزار طاح 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 دمج. يبا القروزة يبا يرجع القروزة. عجب القروزة رجع يتقضى مرة ثانية. يشوف صندوق وين الحين قروزة. واحد اثنين ثلاثة قروزة. ايه صفقة صفقة لقى القروزة خلاص. جا جا ما تحنفي انا تقول اذا حتلقى يقول يا الله اللعب جدا متعب ما يمديني فايتات. وصلت شوف شوف كيف ياخذ كفر. شوف ما يدري ستبس وين سوي اليوم. اخ اسم بالاجمل ريفيو سويته بحياتي لا يوجد انتهاك خلاص مسكين. ناكس اوهو شكله سولو ضد سكواد. ان لو سولو الوحدة ما يطلع اسمه على اليسار البورت بلاير. اي والله يلعب سولو واحد نوم. شفتم واحد نوم سولو سكواد. ويه المعرق سولو سكواد ويه. ايوه صوت ستيبس. كلهم يسوون دجاج. يا عمري لا ويطالع فيه بعد يا غبي. لا والله مولول حبيبي والدجات حبيبي مليار بالمية مولول لأن أول ما سوى مفهوم الدقيقة دي كان في صوت ريدزون فما سمع الستبس لكن طلع معه على طول واجهة مباشرة. شفتم مسح سكواد بالكامل. ما في أحد يلعب سولو سكواد ما بلفك كلها غرفتين وصالة يثق في تحركات. طالع فيه ويستقبل شوف يطالع اللي باليسار البعيد يايم عليه ورا الجبل. حبيبي والله عرفت انه مولول انبوت ما في. يقول ابو يد لا هذا لاعب والله اني اعرف الهاك. الختم الختم واحد اثنين ثلاثة نقزة الهاك. طالع اللي في اليسار لا 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 تشوف لا تشوف اخي يا حبيبي المعرق والله انت بلعب بعد. شوف واحد يمين شوف واحد يمين طلع السلاح وجهز السلاح. شفتم كيف؟ وين بوت بعد؟ وين بوت؟ شوف الايم كيف حول. واحدة
سويتش على اللي ورا الجبل، شوفوا كم متر، 397 متر. شوفوا لا بيرمي هذا 225 متر. يعني انت تخيل ملعب الكامب نو، عرض الملعب العشب 100 متر، حط ملعبين يعني تخيل انه ميسي انفرد من المرمى هذا للمرمى هذا 200 متر، يحتاج دقيقتين ونص حتى يوصل. كيف شافه؟ 1 2 3 الايم على طول. ايه رجع السلاح وركضوا حبيبي، يلا لف الايم على طول. يبقس معرق يا عمري. انا بالهاك اللي خلاك تتمرض بالبي. انغدر. اوه يا من رياكشن الحين يهايط عند جعفره، شفت ردة فعلي يوم واحد غدرني؟ والله اني اشتراك ب $5. الله لا يردك باند، تكفى جورج باند. فل هذا، فل هذا. نكست. ايوه سكواد راكب الديناصور معرق، وين رايح؟ ايوه ليكون رايح للبيت الاحمر. اوه يريف. احول عند 4 كلات، باقي في الجيم 22 لاعب. سكواده متفنش، باقي 25 لاعب. لا يا غبي. يوزي من هنا، خاف الله يا رجل. ديبي و دقيقة دقيقة. ايوه يا كلب كنت شاكم فيه. بوت مركب رادار، شوفوا يرمي على الشجرة اول، شوف سينجل يضرب هيدشوت، يوم تبطح يضرب عليه. طالعوا هذا ماخذ كفر، ركض اوبن. يعرف حتى يوجه السلاح، من يعرف يسوي شيء. ايوه اه يطقطق عليه حبيبي، والله انت لقم والله اسطوره. ايوه باقي مع واحد من التيم، هي رايحه لهذا 250 متر. لا تقول لي بيدعس، بيدعس يا اخوان، بيدعس يا اخوان. الله نجاه، شوف كيف يرمي عليه مباشره. 1 2 3 معنا مستحيل ينشاف. احساس الكلب، شوف قاعد يتقضى، جاه واحد، شوف شوف ماخذ كفر على طول. شوف ماخذ كفر يلحق وراه بالليل، هذا فل حك حوك هذا. يلا نكست. شوف هذا والله رادار، هذه اولها وامبوت. ها ليه هذه يعني تبى تقنع يعني المحقق انك مو هاك يعني. شوف هذا اللي جاي، كل الطلقات هدات. ايوه لعبة تشوف من ورا الجبال، شوف احساس الكلب. شوف البعيد، لا يا غبي في شجرة تغطي. لا 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 إله إلا الله، توقع توقع قوي جدا. هذا يبلع، هذا يبلع يبلع هذا. توقع خلاص انتهيت أنا ولا باقي فيديو؟ ايش المتعة في الموضوع اني انا اطير وارمي بشتقل؟ بدينا المقطع بفيديو نفس المود هذا، ونختم الفيديو اليوم نفس هذا الفيديو. ربي يسعدكم ان شاء الله الايام الجاية، بنسوي ريفيوات افضل واقوى واجمل وامثل واكمل. الايام اللي مضت كنت جدا مرهق، حتى والله صورت حاليا لطلب الجمهور في الشات، قالوا بياد لا تنام لين ترسلنا نسوي لنا مقطع كاشف هكرية وترسل مخرجنا، لكن تستاهلون كل خير. متابعين ابو ياد لا تحرموني فقط من السبسكرايب واللايك، نشر الفيديو، شوفوا فيديو ثاني. I love everybody.